كابتن وليد، يعني في ظلم، يعني انا شايف ان هيبقى في ظلم كبير للعيبه، مش هقول للناشئين، لكله. وانت اللعيبه اللي موجوده دي كلها ما بتلعبش، ما فيش الا مسلوسي هو اللي بيلعب، مسلوسي احمد مجدي مجدي يمكن مثلا، اخر 3 مباريات، ومحمد الباقي صبحي. كله لا، اما بعيد كان مصاب وراجع لسه، والتاني بعيد عشان مش في الفورمه فبرضه عايز يثبت نفسه، فهيبقى في ظلم للمجموعه دي كلها. فهتحس ان الشغل الجماعي غايب شويه، هتحس ان انت يعني هو في دماغ الراجل من وجهه نظر اللي هو انزلوا الملعب وكل واحد يثبت نفسه بقى، وهي مرحله اثبات الذات لكل لعيب عشان يقيم الكلام ده كله، ماشي انا معاك. لكن في نفس الوقت انت بتظلم، زي ما الكابتن حماد قال، الكابتن احمد، انت بتظلم برضو بعض اللعيبه. ما هو انت اللعب الجماعي مش موجود، رقم واحد. رقم اتنين، انت لعيب ناشئ دلوقتي بيلعب في فيرست تيم وبيلعب ضد فرقه برضو عندها موقف صعب وعايزه لو ما كسبتش ما تخسرش. وبعدين انا لمدير فني البلديه وما هشوف التشكيل بتاع نادي الزمالك، لا انا هتكلم بقى مع الولاد تاني، لا ده 5 ولا 6 ناشئين ما بيلعبوش، لا ده احنا لازم نطمع شويه، لازم نعمل. ده امر طبيعي في الكوره وده حاجه وارده يعني. لكن الفكره كلها ان انت الجماعيه مش موجوده من 3 4 ايام، كلها لعيبه لسه ناشئين، انت بتظلمهم كده. طب انا اما يعني يبقى حط مثلا لعيبه اساسيه خبرات معاهم، وبعد كده اعمل اضمن المباراه، وبعد كده اعمل تغييراتك، وبعد كده اشوف الناس. لكن انت دلوقتي زي ما الكابتن قال النتيجه الشوط الاولاني 0-0، هتعمل ايه؟ طب ما هو اللعيبه اللي انت هتخرجه، ما هو هيقول ان انا مش كويس، اديت بشكل وحش، فهيجي له احباط، فالناس تنزل الاساسي. طب ما هو ليه بتعمل كده؟ فانت يعني اشتغل، شوف لعيبه مع اللعيبه رجلها في الملعب، وبعد كده اعمل تغييراتك على اساس برضو انت او احنا شايفين ان انت عايز تقيم اللعيبه دي. طب قيم اللعيبه بعدل، ان انت تبقى كسبان او انت معاك لعيبه اساسيه خبرات في الملعب عشان تعرف تحكم عليها كويس. لكن هيبقى في دربكه في الملعب من وجهه نظر، يعني هيبقى في خوف من اللعيبه، هتلاقي تتوقع ان يبقى زي مباراه الاسماعيلي؟ لا انا ممكن تبقى يعني اصل المجموعه كبيره قوي، صبر ده هو ما فيش المسلوسي بس واحمد مجدي اللي بيلعبوا، كله اللي بقيه الفرقه ما بتلعبش. فهي الفكره ان انت هيبقى فيها ظلم، هتلاقي اللعيب خايف، هتلاقي اللعيب هو طبعا نتمنى عكس كده، لكن ده هي كرة كده، غصب عنك هتبقى خايف شويه، قلقان، خايف، هتعمل ميس باس كتير، هتلاقي ان انت ما عندكش ثقه، وده امر طبيعي لان انت من التشكيل المحطوط انت شايف ان انا نازل اختبارات او نازل عايز اثبت نفسي. فبالتالي انا ما عنديش خبرات كولد ناشئ، فانا لسه هبقى خايف، وده امر طبيعي. لكن لما تحط معاه لعيب كبير، ما تحط جنبه لعيب خبرات، لعيب رجليه في الملعب يسنده، حتى لو غلط هيسنده، الامور تمشي كده. لكن التغييره الكامله من الماتش اللي فات للماتش ده، الفرقه تقريبا كلها متغيره، فده طبعا ممكن يعني الله اعلم ان ممكن يبقى فيه اداء سلبي شويه.